بخير. كثير من حالي نسأل طريقة وضع الحاجز الملكات في الخلايا الشمعية. الطريقة يا أخوان أن نضع هذا، ثم بعدين بقلم الخطاط تمشي على حد الخلية كذا تقريبا، ومن جهة بعد ما نحدده نقصه بالمقص، ونلاحظ نخلي هذا المتين هو اللي فوق عشان بندبسه في الإطار، ثم ننزله، وبعدين اخواننا حالين ندبس هذا عزل الملكات ونحطه بين البراويز كذا ما شاء الله. طبعاً هذا الان يسمح بالنحل بناء الشمع القرص هنا، خلاص من بعده تمنع الملكة من انها تدخل براويز الثانية تضع البيض فيها خلاص. والان نطبقه عمليا، هذا هو حاجز الملكات، نشوف اخر قرص، ما في بيضة اهم شيء. الله شوف شلون النحل، ترى القرص واقف في النص لكن النحل مسوي تحت شبكة، سبحان الله العظيم ما شاء الله تبارك الله. انتم مبروكين، جينا بنسوي لكم ذا الخلية ولقيناها مختمة ما شاء الله، اللهم لك الحمد، عسل سمر الجنوب، الله اكبر. الان هذا القرص عسل ما في بيض الحمد لله، بنحطه في البداية هنا عشان نعازم الملكات بنحطه هناك، وهذا قريب يفتح العاملات فبنحطه ايضا علشان إذا طلعت العاملات النحل يبدأ يحط فيه عسل والملكة ما توصله عشان تبيض فيه، فيكون قرص خالي من البيض يكون كله عسل ومختم كذا. الآن تأكدنا أن الملكة في هذه الأربع أقراص، الآن بنحط حاجز الملكات عشان نمنعها من دخول باقي الأقراص وتبيض فيها.